الآن العاصمة كييف تقوم بعملية فرض درع جو طوق حول كييف فقط ضد المسيرات، وجاري العمل على طرق عمد يعني طبعا إسقاطها. ورأينا قبل أيام فيديوهات للجيش الأوكراني سلاح الجو، أحد الطائرات تقوم باصطيادها بالسماء كالعصافير. النقطة الثالثة، الآن هذا الأمر يدفع بأن إيران سوف تصنف في أوكرانيا دولة معادية معتدية، وكذلك ستنضم أوكرانيا ربما إلى عدة قارات دولية غربية ضد إيران، وهذا لن يؤثر في الأمر شيء، لأن كل ما يعطى إلى أوكرانيا إلى روسيا كلها تنطلق إما من منطقة خرسون المناطق القديمة بهدف فعلا البنية التحتية. عملية الآن التعاطي معها بدأ يتم أسهل شيئا فشيئا، وبالذات بعدما تعهد الآن دول غربية مثل الآن طبعا بريطانيا بإعطاء سلاح معين لي طبعا توفيه. ولكن التبعية على إيران ستكون ثقيلة. الآن إيران تسحب وفق المعلومات المسربة لدينا، تسحب بعض حتى ضباطها وتقنيها من سوريا لنقلهم إلى طبعا إلى أوكرانيا، أي أن الآن إيران تغامر جدا، وفي المقابل لن تكسب شيء، بالعكس يكون لذلك قيمة وثمن كبير. والآن الأوكرانيون يجدون الطريقة للتعامل معها، وطبعا أشك بأنه سيمكن أن تغير في موازين القوى مشكلة.